اللعبه في الوقت الحاضر، وتعليق الجانب ليس بالعمليه السهله كما يظن او يعتقد البعض، خاصه عندما يكون التعليق في غياب اللاعب الابرز وهو جمهور الرياض. طبعا تعود انطلاقه مسيره البرامج الرياضيه المرئيه في ليبيا الى وقت الوقت يرجع الى اواخر الستينيات، حيث كانت البدايه باجتهاداته صالح الهوي وعبد الهادي الفتوري، استمرت الاذاعه المرئيه في نقل المباريات. كان الله في عون المعلقين وهم يخوضون هذا البحث. في دماغ توقع اي شيء. كميه من المعلومات لارضاء المشاهد الرياضي الكريم الذي يتابعنا وينتقدنا بسبب وبدون سبب من خلف شاشة التلفاز، لكننا ندرك تماما ان ارضاء الناس غايه لا تدرك. هذا بالفعل. ان ينتمون لمنطقه الخليج وتنوع في الالوان بعد ان كانت هناك نادره وشخص في تواجد العالقين خلال العقود الماضيه، وبدا الكثير مما تميز ويشد الانتباه ويخفض الاضواء عن بعض المعلقين، ويحاول انه هو على حساب جهده على حساب وقته على حساب ظروفه، لكن ان شاء الله يستمر المعلق. لاعب يتخاذل عقد كبير، الحكم كرة وهو أن لا يمكن دراسة مشهد التعليق الكروي في ليبيا بمعزل عن المنظومة الرياضية كاملة. المباراة علقت عليها بين التعاون وشباب الجبل باعتباري تعاون، نقوله صراحة حاولت إني أكون مع شباب الجبل سنة شوية لأنه فريق ضيف وكذا. قالوا لي لا انت ليش ما عيطت مع التعاون؟ قلت لي مش معنى كنت مشجع عليه معي. حقا اخضر الفترات الاخيره حققت بتجاوز ما بين الكفاءات والقدرات والقيم الماليه اللي تدفع من الوزاره وتدفع من الدوله يعني. المعلق كان شجره. اذا كانت البيئه غير خصبه كيف تطالب انت في مرة؟ كيف تطالب ارتفاع اذا كان الملاعب ما ينفعش والدوله ما تدعمش بفريق خصم ذو شعبية كبيرة ولا يعرف يعني قيمة المعلق عندما يعلق داخل المدينة يعني. عادي كل فريق حقه، نشاهد في معلقين في مباريات من الأسبوع قبل الماضي. شاهدنا إيه أنت تفرج على مباراة المعلق يطلعك برا المباراة نهائياً وما يختار. عاود عارف قول كريم. المعلومة الثالثة اللي هو كان فيه برنامج اسمه الملاعب يبدأ 10:15. إيه هذا هو المجلة الرياضية في الليل. مسموع في الليل. في الليل هذا. المنطقة هذا السيستم. يدور في فلكه كل شيء ينجح منظومه الرياضه وينظم مجموعه الاعلام، اذا اصبحت شركه واصبحت شركه شرسه قاتل من اجل انها تنجح. يعني يشتروا لاعب مثلا بمبلغ معين ما نجحش معاه بسلامته يسرحوه ويتحشم. الكوره مع قناه ليبيا الرياضيه اللي نقولوا انا مش ضعيف فلكن وزاره الرياضه للاسف كاسم فقط يعني محتوى هذه القناه يعني لو شوفوا في المعلق اللي نشوف فيه مثلا في رانج جدا على الشباب المعلقين اللي خاصه نقول عليهم السنوات الأخيرة تحقق بركب الإعلام التعليق الرياضي، حاولنا نديروا هذه المحاضرة يعني كنوع من نقولوا نصائح هي بدرجة أولى أو توعوية، وكذلك يعني حتى الشارع الرياضي يقولوا يعرف راهو المعلق مش بالسهل، راهو في ظروف صعبة جدا، حاولنا أن نوضح بعض النقاط المهمة للمعلقين الرياضيين. تسعة أهداف.